حبيباتي، اش اخباركم؟ كيف دايرين؟ اشنو كتعاودوا؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله. وحتى اريش قالت لكم سلام. كيف دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا فرحانين بواحد الايجابيه. المهم صراحه واخا رغم ان بصح راحنا فرحانين في نفس الوقت راحنا خيفانين. علاش فرحانين؟ لان صافي تخفيف ديال الحر، اللهم لك الحمد، باقيين واحد المدن اللي باقيين فيهم البؤر، فكنتمنى يا ربي يرفع علينا هذا الوباء هذا يا ربي، امين. ومهم بالنسبه اللي باغي يتلاقى بعائلته، هذه هي الفرصه فين يتلاقى بعائلته وداكشي. انا الصراحه فرحانه بزاف، والله ما نكذب عليكم البنات، فرحانه حيت غنتلاقى بعائلتي، وفي نفس الوقت خيفانه بزاف من هذا المشكل هذا اللي يمشي عاوتاني ينتشر، لان دابا الدور ديالنا حنايا خاصنا ضروري نديروا الاحتياطات ديالنا الكامله، ما نتلاقاوش مع الناس اللي برانيين، ما نتجمعوش، ما نديروش التجمعات، نحاولوا نخليو مسافه بيناتنا، لان الصراحه يعني هما واخا خفوا الحجر وخلاونا نخرجوا وعطاونا الحريه ديالنا وكلشي، ولكن في نفس الوقت باقي كاين الخطر، ضروري خاص يبقى داكشي كيتعقم، ضروري خص النظافه، والاهم من هادشي كامل التجمعات ما خاصهمش يكونوا. صراحه انا ما كذبش عليكم البنات، ما كرهتش انني منين نهبط لفاس نمشي نتلاقى بعائلتي كامله البعادين والقرابين وكلشي، ولكن صراحه ما غاديش نقدر، يعني واخا غادي نهبط فقط غادي نمشي نشوف يعني العائله ديالي، يعني الاسره ديالي والاسره ديال عائلة راجل، طب الاسره ديال عائلة راجل، جمله غير مفيده ولكن المهم هو انكم تكونوا كتفهموني يعني العائله ديالي انا والعائله ديال راجل، يعني ماما بابا خوتي وكذلك عاوتاني حماتي وحمويا والويساتي، يعني هادشي اللي غادي نمشي نشوف ان شاء الله باذن الله، يعني القريب والبعيد كله، ما كرهناش اننا نجمعوا معاهم، نضحكوا معاهم، نجلسوا معاهم، ناكلوا من طبله وحده وناكلوا من طاجين واحد كيف ما موالفين حنايا، ولكن مازال خاصنا نديرو داك الاحتياطات ديالنا ونبعدو التجمعات، ما يكونوش ما عندنا ما نديرو، نتسايرو ونتعايشو مع هاد المشكل هذا حتى يا ربي يترفع علينا هادشي اللي كاين، لان فريمون يعني هذاك البؤر خلعونا، ودابا الكارثه البؤر وعادي يتجبدوا المخالطين، هذه هي المشكله، يعني داك المصانع وداكشي هما السبب ديال هادشي كامل، وعاد زيد الناس اللي كانوا كيتخلطوا مع هادوك اللي تقاسوا، يعني هذه هي المشكله هكا باش كينتشر. فكنتمنى يا ربي يحد الباس، يا ربي ويرفع علينا هاد الوباء وترجع حياتنا الطبيعيه الاصليه، ماشي الطبيعيه غير اللي دابا عطاونا الحريه فقط، لا، لان واخا هما عطاونا الحريه وخلاونا نديرو بزاف ديال الحوايج اللي كنا زولناهم علينا، ولكن ضروري خاصنا نلتزموا كي قلت لكم بالنظافه، واهم حاجه من هادشي كامل هو ان التباعد، يعني ما نجلسوش في واحد البلاصه اللي هكا كلشي مجموع فيها، ومثلا بلاصه اللي ما كنعرفوش الناس فيها، وزيد حتى يحل الله، ما عندنا ما نديرو الا نتعايشوا كي قلت لكم مع هادشي، لان حنا كنشوفوا دول وحده اخرى رفعات الحجر ولاو عاوتاني رجعوا لهم الحجر، منهم بزاف ديال البلدان لان وقع عندهم الانتشار. فالمهم البنات عافاكم، كنتمنى هذا الميساج يوصل للناس اللي باغيين يتجمعوا مع الناس والعائله البراني والصحاب وهذا، من الاحسن نخليو مسافه بيناتكم ما تجمعوش. الحمد لله ياك عطاونا هاد الوقيته هادي فين نجمعوا مع بعضياتنا، ولكن ماشي نجمعوا باش المهم. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني، بقى نهضر في السياسه بلا قياس، اش داني اختي شي سياسه؟ اش داني وانا كندير اليوميات ديالي معكم، اش داني شي سياسه؟ ولكن المهم نتمنى من الله يا ربي يرفع علينا هذا الوباء، والمهم الاحتياطات خصنا نلتزموا بهم. مع فيديو جديد ان شاء الله نرجع لموضوعنا. صراحه الليل هذا يعني غادي يكون روتين مسائي، المهم الليل هذا، ولكن بما اننا رحنا قصارين وداك الشيء والجو سخون بزاف بزاف بزاف، الجو سخون، فقلت علاش لا ما نزولش البنات الكويت ديالهم، ديجا زولت هذا الكويت، باقي هنايا نزول الكويت، لان فريمون هادو سخانين كيكونوا فيهم لاوات من الداخل وداكشي، سخانين بزاف، وعاد دايره المنطقه عاوتاني من تحت هذه الغوز، يعني فريمون الصهد، واكثريه انا البيت ديال البنات عندي كتضرب فيه الشمس النهار كامل، منين كتشرق وهي هنايا حتى كتغرب، يعني فريمون كيكون البيت سخون بزاف، داكشي علاش غادي نزول لهم هادشي حيت الصهد كي قلت لكم، غنزول لهم صافي ندير لهم الوقيته دابا ديال لي زور، نقاد لهم البيت ديالهم، غنشارك معكم ان شاء الله هاد النهار. فكنتمنى اللي اول مره كتشوف القناه ما تردد
تنسوكش انها تشترك وتفعل الجرس باش دائما يوصلوك جديد فيديوهاتي. اكيد الى عجبك يعجبكم روتينات ديالي واليوميات لي فلوغ اي فيديو كنحط لكم ما تنساونيش ملايكاتكم. شكرا بزاف البنات على الدعم ديالكم ولا لي خطيكم والله الله يسهل عليكم حتى نتوما. كيف ما كتخليو لي كومونتير وكتفرحوني وكتهضروا معايا حتى انا كنفرح بزاف. وهنا كنجي نهضر معاكم دابا نتوما كتهضروا معايا في لي كومونتير وانا هنا كنهضر معاكم. المهم ندوزو بلا ما نكثروا بلا 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 غادي نشارك معكم الروتين ديال هذا النهار ان شاء الله باذن الله. ولكن قبل من هادشي غنمشي نزول عليا البيجاما ديالي بلاتي ولبسها لان فريمون كيكون صاد ما نقدرش ندور بها هكذا الشغل. غادي نزولها ونرجع معكم. هنا كيف ما كتشوفوا المهم خليتكم مع شويه ديال الموسيقى باش ما ندير لكم الشقيقه في راسكم. بزاف ديال البنات كيقولوا لي اسماء فيك الهضره بزاف، عاوتاني وحدين تيقولوا لي لا 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 ما ديريناش الموسيقى غير هضري معانا. المهم انا كندير الخاطر هكا وهكا باش حتى شي حد ما يبقى فيه الحال، مره هكا ومره هكا. المهم خليتكم مع شويه ديال الموسيقى ودابا جيت باش نهضر معاكم واخا مور من الكاميرا ماشي مشكل. المهم كيف ما شفتوا معايا مشيت مسحت هكا شويه الغبره اللي كانت عندي هكا في البيت ديال البنات، خصوصا البنات هاد النوامس هادو البويض كيكون باين فيهم الغبره يعني كيبان سواء كان بيض اولا كحل. المهم شغن نقول لكم حتى الكحل دغيا كتبان فيه الغبره والبيض حتى هو واخا هكا كتبان فيه. ايوا مهم غير ملي كنحل السرجم غير ساعه المكنه باش تشمش الدار
كندم عليها، ما عندي ما ندير دابا حيت الصاد وداكشي بالسيف عليا كان حل، واخا كاين البني قدامي والغبره ما عندي ما ندير. المهم مره خصني نبقى كنمسح لهم الغبره ونقاد لهم هكا الفراش، نبدلو لهم وصافي على حسب الحساسيه، الله يسر لها تمشي تجيهم وصافي. وهنا كيف ما كتشوفوا كي قلت لكم بدلت لهم، لان الصهد عليهم بداك لي كوفر اللي فيهم لاواط وهذا، درت لهم هكا غير لي زور وصافي. ومشيت لنصوب ناموسيه ديال المروه، وانا عاد نتفكر بان راني ما مسحتلهاش الغبره. دابا هنايا راني خدامه كنقادد ونسيت ما صوبتلهاش مسحتلهاش الغبره، عاد غادي نولي عاد نمشي نمسح لها الغبره. بالنسبه للغبره كنمسحها البنات غير بلي لانجيت ندير التنظيف، سواء كندير التنظيف اولا غير الاخرين العاديين ديال البيبي حتى بامكانكم تمسحوا بهم. علاش تيعجبوني؟ لان اوفا كدوزي بهم دغيا دغيا كيمسحوا لك الغبره وما كتشتتش هذيك الغبره، يعني كتجمع فيهم. هذاك الشيء باش كيعجبني نصوب بهم. وصراحه ما كيبقاديش لا طراس هذوك بعدا، خصوصا ديال التنظيف ما كيبقاوليش كاع لا طراس في الخشب، سواء كان هذا البيض اصلا البيض ما كيبانش فيه، اولا القهوي ديالي يعني ديال بيت الناس ديالي حتى هو ما كيبانليش فيه. ايوا صافي. المهم حاولت انني نقاد لهم كي قلت لكم وصافي. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني، كنظن هادو جداد ومن هنا نقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا، اللي كيسولوني على النوامس ديال بناتي تيقولوا لي اسماء فين صوبتيهم، اولا يعني النجار اللي خدمهم لك. الصراحه انا ما خدمهم ليش النجار، شريتهم هكذا طالعين واجدين، شريتهم من البنات. انا ما كنعرفش الاحياء يعني السميه اولا الشارع ما كنعرفش بالضبط في الناظور. البلاصه اللي غادي نقول لك هو في كاين القنصليه ديال اسبانيا، هذاك الشارع كله راه كيبيعوا فيه النوامس، كيبيعوا فيه بيت النعاسات، الطبالي ديال الصالون، الطبالي ديال الماكله، هذاك الشارع كامل في كلا قنصليه ديال اسبانيا تما، هذاك الشارع كامل كيبيع هاد المسائل هادو. وكاين يعني انواع واشكال، ماشي غير بالضبط هاد النوامس، كاين تبارك الله اشكالات وحد اخرين يلا عاد خرجوا. اما دابا هادو راهم قدام، وراه دابا بناتي هادي عموي وهما عندهم. بالنسبه للثمن والله يا البناتي ما بقيت عقل على الثمن باش ما نمشيش نغلطكم، ما عرفوش يكون تكون بشي واش بشي 1000 درهم الوحده، ما بقيتش عقله بالضبط. 1000 1100 1200 هذا هو الجد باش شريت لهم الناموسيه. وبالنسبه للكوافوز بوحديتو ب 400 درهم وباقى عقل على الثمن ديالو ب 400 درهم اون توكا. المهم راه كاين الفيديو في مازال عندي في القناه ديالي، يمكن لك الا كنتي كضربي دويره هكا يبان لك بان مشيت شريت لهم النوامس، تما غادي تعرفي بالضبط الثمن، لانه والله ما بقيت عاقله بالضبط على الثمن ديالهم. مهم ما طالعينش يعني ماشي ما غاليينش بزاف، وفي نفس الوقت ما مصوباهمش عند النجار، يعني شاريهم واجدين. والصراحه البنات صدقوا لي زوينين، ماشي من داك النوع يعني اللي السواقي اللي مثلا تيتقسي وتنتقاي كتسمعي داك عيط 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 ديال الخشب، لا يعني راه صراحه مزيونين. وانا قلت لكم صحيحين، ماشي زعما شي حاجه اللي كاليتي ديالها خايبه كاع. ايوا مهم هادشي اللي كاين، ماشي داك عند كي كيقولوا عند رخصو تخلي نصو، لا لا ما بيهمش يعني، واخا تحطي فيهم يعني داك الثمن ماشي شي حاجه يعني اللي تقولي حقا تزرفت ولا ما يصدقوليش ولا. المهم انا هذا راه صدق لي، وحتى البيت النعاس الفوق ديال الضياف البيض حتى هو صراحه مزيان. المهم هادو انا اصلا لو كان ما صدقوليش هادو ما غنشريش بيت النعاس بحالهم. ايوا هادشي اللي بغيت نقول لكم. صافي هنايا راني جمعت وقادت ومشيت كنمسح لهم عاوتاني الكوافوز ديالهم، خليت لهم داك القريعه ديال الماء تما لانهم دائما كيبغيو يشربوا هكذا في الليل ولا شي حاجه، ما يحتاجوش على انهم عاد يهبطوا لتحت ويقلبوا على الماء ولا هذا، كنخلي لهم القريعه ديال الماء قدامهم باش الا ناضوا قلت لكم عطشانين وصافي. المهم هنايا راني صافي ساليت البيت النعاس ديالهم، دابا بقى لي غير ندوز هكا شويش ديال لاسبيراتور وصافي. معكم واحد الكيكه مهم ديالها هي الكيكه اللي كديريها دائما ياكي المعتمده عندك الكيكه المعتمده ديالها غادي تصوبها معكم. وبالنسبه للبنات اللي قالوا لي اسماء تشاركي معنا الخبز اللي شفتوه البارح فوق الطويله، صراحه ماشي انا اللي عجنته، فاطمه زهره اللي عجنته فاش قلتها لها، وهي فاش قلت لها قالوا لك خصك تشاركي معاهم الخبز ديالك، وهي تقول لي شنو نشارك معاهم في الخبز، الخبز درته في العجانه شنو نشارك انا في الخبز، الخبز درته في العجانه وصافي مني وجد قرصته.
ايوا المهم ان شاء الله تجي تصوبوا ونتشارك معكم داك اللقطات ان شاء الله باذن الله. المهم بصح راه درتو في العجانه صراحه العجانه هي اللي كتطلع الخبز مزيون، والا دلكتيه بيدك كيطلع زوين، الا ما دلكتيهش هو الكارثه كيجي مدقص. المهم هي راه دابا وجدت هذاك الشيء اللي غادي تصوب هنايا في المقادير اللي غادي تخدم. ومهم صراحه عندها واحد الكيكه بنينه، انا ديجا راني ضايقه، درت واحد النهار درت الكيكه وجاتها فنه، رغم انها واحد النهار درتها باش كنتي صوبتيها فطن الزهره رايبي بتي سويس، نسيت حيت المذاق. المهم كان درتها انا جابي الله رايبي بتي سويس، فكراتني كان واحد البتي سويس بقى له واقيلا نهار ويضيع، ياتي قالوا نهار ويتبريما، وهي قالت بلا ما يضيع حيت قالت مروه هاكي تاكلي، قالت لها لا ما بغيتوش وداك الشيء، فالتالي صافي قالت ندير به كيكه ودات به كيكه، والله العظيم الا جاتها تبارك الله غزاله، ولكن الا ما طلعتش عرفوني انا اللي قوصت لها عليها انا اللي قوصت لها عليها، لان الصراحه والله الا جاتها فنه. هذيك هي الكيكه الوحيده اللي دارتها من نهار جات لعندي الدار ودقتها وحمقاتني، دابا غادي ندوق هذه الكيكه هذه ديالها الثانيه. المهم كل مره ملي كتكون على كانت وداك الشيء صراحه زعما كتنوض وتبديتها وكيهضر مع احد كتبدع. ايوا المهم هاي ضحكينا وصافي. المهم تشارك معكم هي المقادير، نقلب لكم الكاميرا دينا نسخلها بعدا للسعانة بصادق نسخلها هنايا هادو. ايوا يا لاله المهم هذا الشيء شاي، قولي لنا شحال غادي ديري؟ 4 ديال البيضات ياك شفتي البيضات شفتها انا دايره 4 ديال البيضات. هي ديجا راها وجدات هادي ديال الكيكه، دارت لها شويه الزيت وشويه ديال الدقيق وخلاتها هكا على جنب، ما كديريش شويه ديال الملحه؟ لا كندير شويه. ها انتما دارت 4 ديال البيضات، دير لها هنايا قبيصه ديال الملحه بالبركه صافي شويه. يا غادي ديري نعاونك ندير سنيده وخليك ندير سنيده ندير لك الفاني ولا ماشي تديري انا ندير حيت كاين اللي كيخليه حتى للتالي. ماشي مشكل. دار 4 ديال البيضات غادي ندير واحد الفاني كاس ديال سنيده بركه صافي كاس ديال سنيده دابا غتخلطي صافي دابا غتخلطهم لا غير ديري غير ديري غير خلطي انا نهز شويه الكاميرا. المهم البنات راه خلطاتهم مزيان مزيان هانتوما نجيبكم لهنا باش تشوفوا ها هي خلطاتها مزيان حتى تضاعف داك الحجم ديال البيض مع سنيده والفاني وقبيصه ديال الملحه. دابا شنو غديري؟ دانون والزيت. غادي دير دانون والزيت بالنسبه لدانون ديال الفاني حيت دايرين فيها الفاني. دانون ديال الفاني وكاس ديال الزيت غنعبروه بكاس ديال دانون. اذا ماشي بالعنبه دابا الزيت غادي نعبروه قلت لكم بالكاس ديال دانون. هكا نديرو غير شويه دابا غتخلطي غير شويه يلا بغيتي تخلطيه بعدا خلطيه، بغيتي تخلطيه بالاخر خلطيه، انا كنخلط بالباتور كتخلطي بالباتور. ما عنديش مشكل. شحال غادي ديري؟ جوج كيسان. جوج كيسان ديال الفورس كنا غادي نسوا الخمارة. هاد الخمارة كنخليها هي التالية. إيوا صافي حنا كنديرو الطحينة. حيت كاين اللي كيدير الخماره هي الاولى. انا لوسي والله العظيم لوسي تحيه مني ليك حبيبتي ايمان، لوسي كديرها هي الاولى وتبارك الله كطلع لها الكيكه غزاله والله الا كتعجبني الكيكه ديالها. هي ديجا البنات راها مغربله في الطين.
صافي هي دارت الكاس الثاني وغادي نديروا واحد الخماره. بالنسبه لبنات الخماره راه فيها 15 غرام، يعني بحال جوج ديال الخمارات الحمر 15 غرام هاي، حيت الخماره الاخرى كتكون فيها يلا غير 7 ديال الغرام، يعني دابا بحال اللي درنا جوج. صافي هي حبسات، خليها تقطر على خاطر خاطرها ويهبط منها داك الشيء. صافي هذا غير نجمعو. دابا هي البنات هي كتصوب، هي البنات راه كتصوب الكيكه، نبان لكم هنايا دابا هي راه خدامه كتصوب الكيكه، واي حاجه كتسالي بها كنزولها كنخبعها زعما باش ما تبقاش الدنيا مروله. هي كدور والله هنا داكشي اللي كان خاصو يتفاح اللي خاصو يدار ليه يدار هكا باش نجيو انا وياها قد قد اون فوا غادي نسالي وتكون كوزين اون فوا. انت غديري هذيك في الطيب خاصني نشعلو الفران باش يسخن. كديريها في الفران سخون؟ انا ما كنديرهاش في الفران سخون، ها هي كديرها في الفران. انا كنديرها في الفران بارد. انا كنديرها في الفران سخون. هكاك مزيان اللي هضرت حيت بزاف اللي كيسولوني. بريكي هاك نديروها البنات في الفران ديال الكاز ماشي في الفران ديال الضو. صافي هي باقي غتحتاج هادو وغتحتاج هذا. جبت لك هادو زلايف زلافه عرفتي شنو جبت لك غير وحده بلا ما نبقاو نطلعو. نديرو وديري في هذاك وعاد صافي. المهم هيا غتكمل معكم باش تشوفوا الطريقه، حيت قالت لك الكيكه هي غتقسمها على ثلاثة. صافي ما تخلطيش بيه، تخلطي غير بشي فرشه ولا معلقه ولا شي حاجه ولا غير بوحده. نزول لك هذه دابا البنات شنو غادي دير؟ قالت لكم الخليط غتقسموه على ثلاثة كيف ما غايبان لكم، غادي تاخد هكذا. المهم على حسب شحال ما جاتكم في الكيكه، هي خدات هذا القدر هذا. لا لا خصني ضروري حيت هذه ماشي بحال الاخرين ديال الكاغيط. غديري جوج باش ميجيش بحال بحال. الله اعلم على حساب المول دابا داكشي كيبان كبير حيت انا المول ديالي شويه طويل كيجيني لا صغير. وبالنسبه مثلا الى قصاحت يمكن لك تزيدي لها هكا شويه الحليب باش تخفف. حيت انا بعدي مرات هكا ملي كندير لها وكتقصح كندير لها شويه الحليب. داكشي علاش ما يديروش الطحين في المول بزاف؟ قالت لكم داكشي علاش ديروا الطحين شويه ماشي بزاف باش ما تقلكمش من الديبار. والزلافه الثانيه غادي ديري فيها هذا. وممكن يكون كاكاو الحلو الاخر ماشي ضروري نيسكوي طبعا، يعني هذا البنات سواء كان عندكم هذا اولا كان عندكم الاخر الكاكاو العادي ديال الحليب الاخر الكاوبيل اللي كيدار بشحال كيدير شي 5 دراهم ياك بحال هكا كنديروا بالقاع. نعطيك معلقة
هذا كي كنت تما زلافه نعطيك زلافه نبره ايوا شوفي نسينا نسينا لا لا صافي بلاش عينك ميزانك واخا تبقى البيض اكثر ماشي مشكل شحال ديري ديري غير باش يجي غير شويه قهوي معلقه هكا لا لا ديري شويه نخلطوها ساعه نشوف واش نزيدو هكا صافي دير داكشي نشوف حيت هو ما كيطلقش اللون بزاف نورمالمون هذا داك اللون ديالو غير كيجي بحال شكل ديال الكراميل نزيدو وا شوفي نسين انا غير كنتشاور معاك ونهضر معاك صباري نخلطها نشوف جانا عندي داك القضيه ديال عيني ميزان صافي هي عندها عينيها ميزانه صافي زيدي شويه زيدي صافي بقى يعني بحال معلقه صغيره عامره غادي تخوي على الطبقه الاولى غير تخويه وتخليه صافي ما تخلطي ما والو لا يعني بحال كديري طبقه فوق طبقه وعاد الاولى راه قاصحه شويه على هذه باش الاخرى ما تدخلش فيها هكاك الطبقه الاولانيه تكون البنات شويه ثقيله حيت اصلا فيها الكاكاو بزايد على ساديتي بهاد الزلافه ياك دابا هاد الزلافه عرفتي شنو نديرو بها نديرو بها بحال هكا كنتي من اللي كيعجبو حتى انا من اللي اريها اريها اختي اريها حتى هي ها انتم هادشي كله بغا تضيعو انا شوف ما غاديش انا نديرو هيك انا نديرو هنايا انا عزيزه عليا العجينه ديال الكيكه الزواق كيبقى على حسب الذوق وداكشي الزواق كيبقى على حسب الذوق وصافي لا انا كثر من زلاف كثر من زلاف كثر من زلاف ايوا شتي قلت لي انت بغيتي عينك ميزانك ولكن ماشي مشكل يلا ها هي دابا كدير الطبقه الثالثه ديما كثر من البيض والله يلا الطبقه الثالثه كتخليها عادي ما كدير فيها حتى شي حاجه وانت في الفران كديري غير ولا ياك سنتين واخا كيكون سخون كنغسلو صافي دابا غير هكا وغادي تدخليها للفران صافي تنزوقوها من بعد ايوا يلاه البنات هي غتدخلها دابا للفران تتسوق وترجع من بعد ما وجدات شوفوا تبارك الله كيفاش طالعه غزاله غزاله شوف وارتي واحد الخفه فيها خفيفه نتمنى انها تكون كتبان لكم شوف جات صراحه غزاله الله يعطيك الصحه فاطمه الزهراء عرفتي شنو دابا حنا واخا الليل هذا حنا غنتسحروا واخا الليل هذا شنو قلنا والله حتى غادي نمشيو ناخذوا
الكيكه ما نخليوهاش حتى الصباح عاد نفطروا بها، ناخذوها دابا مع كاس الحليب. شوف تبارك الله كيفاش جات فنه، الله يعطيك الصحه. شتي وبينه شيش، انا عاد نقيسها. هاتي راني هزه اريج دابا، هانتوما هاكي هاي هزات هادي، هانتوما تبارك الله على خفه. غزاله غزاله البنات، فنة نذوق المذاق. واو والله الا بنينه وجات صراحه مزيونه والله الا جات هنا كحله، وهنايا مارون كلير، وهنايا نقولك تحرقات لنا من تحت بحال تحرقات، وهي لا ما تحرقات ما والو، ولاني والله العظيم الا فنه ومذاق غزال. المذاق بحال داك الكيكات اللي كنا كناكلوهم شحال هذيك، كانوا كيديروا منا والدينا نفس المذاق. نفس المذاق يعني نفس المذاق ديال المسكوته، ولكن بالنسبه للهشه وداك الشيء تبارك الله جات غزاله. هانتوما شتيو كيفاش جات هشيشه ومزيونه. ايوا الا الله يعطيك الصحه، سيري حدي شي باتيسري، شي محلابه، محلابه ولا باتيسري، شوف فين كيبيعوا كيكات ولا فران بالك تجينا عندك مشاريع هذيا. والله العظيم الا جاتها فنه وبنينه وشيشه. هذيك النار كانت هي بحالها تقريبا، غير الاخرى المذاق ديالها شويه مختلف، حاجه اخرى فيها تي سويت ديال الفريز. ديال الفريز، ولكن هذه جات بنينه احسن، هذه جات واعره ديال الفاني. ديال الفاني مع داك دانون ديال الفاني، والله الا جاتها بنينه غزاله. قلت لك نمشي نديرو تا وخبز، علاش لا الكيكات والخبز. ايوا المهم مشروع والحرشه هي كتقنيها المسمن. ايوا شتي اذا خصك ديري فران واما محلاب احسن، ونقصي في الثمن باش الشعب كامل يجي يشري من عندك. والله الا جات بنينه البنات، ما شهيتكم فيها. دابا غنجلسو ناخذ واحد الكويز د الحليب وكيكه. شحال هادي ما درنا كيكات، شي سكاي جوج سيمانات باش كون درت كثار كثر من جوج سيمانات، كثار تكون شي ثلاثه سيمانات، تكون شي ثلاثة سيمات ما درنا لها كيكه لا حتى شي حاجه. دابا غادي ناكلو كيكه ندخلو فيها طلوعات بردو الجنون ديالنا. يلا حبوباتي تهلاو في راسكم، حتى تلقاو ان شاء الله فيديو جاي. كتب الله ما تنساوش لايكاتكم، بيزو كبيره ليكم، نقول لكم تهلاو في راسكم، حتى تلقاو ان شاء الله فيديو جاي. والله ما كنسخى بكم، ولكن باش ما نطولش عليكم لا فيديو. يلا حبوباتي بسلامه.